والله هذا سوق غنيم، سوق قديم عريق، كان سابقا هو سوق خرج من 1922 23 وانت جاي من عنده من 76. انا بالشغله هاي، الشغل العراقي هو مميز عن باقي الدول العربيه والاوروبي. العربيه يعني مثل الخان الخليلي ليس مثل الشغل العراقي، مثل الشام سوريا ليس من الهندي الصيني، لا ما حد يعني ينافسه غير الشغل العراقي. صغيرة لأن نشأت ببيت هو بهاي الأمور يعني، ففتحت عيني عليها وبقيت استمريت كملت الموضوع. أحب أكثر شيء النحاسيات والخشبية للهاند ميد، يعني الأشياء المصنوعة باليد سواء نحاس أو خشب.